100 مليار دولار سنويا على اللوبات بين، يعني دي ميزانية دول بتصرف على سنجل كومبلين. بص انا اسمي مصطفى عاطف، غير دكتور عشان ما يصحش اقول دكتور في وسط الناس اللي انا طالع معاهم دول. للاسف انا احد ضحايا العلاج الطبيعي الكذاب. لو جاول العلاج الطبيعي بقى اللي هو ايه اللي بيوجعك ركبتك، خلاص حط له الكهرباء على ركبتك، 6 جلسات 12 جلسه، خف ما خفش تفتح ربنا بقى. كمان بيقول لك ايه، it is always about the right question، يعني الموضوع دايما بيكون عن طريق ايه، انت بتسال سؤال صح، فلما تسال سؤال صح تبدا تدور على اجابه. شوف بقى اللي بعد دي في البيت. فالكورس ده الموتور انفيرمنت نمبر ستاين كان اجابه كام سؤال عندي الصراحه، مش كل الاسئله للاسف، ما لقيتش حاجه ممكن تجاوب على كل الاسئله عشان الموضوع كان كومبليكس شويتين ثلاثة يعني. فالكومبليكس دي ملهاش سيمبل انسر، ممكن يكون ليها كذا سيمبل انسر بس مش سيمبل انسر واحدة. يعني هو ليه المريض بيرجع لي تاني؟ المريض يقول لك والله يا دكتور انا الصراحة بعد الجلسة ببقى كويس، يوم يومين في اليوم الثالث الوجع يبدأ يرجع تاني. المريض يجي بشتغل معاه سيشن، اعلمه الموفمنت صح، اقول له يلا في البيت بقى طالب مع نفسك بقى اشتغل جلسه في الاسبوع. المفروض تعرف يعني ايه بين، وتعرف الكلاسيفيكيشن اوف باك بين، وتعرف كام فاكت عن البين، وتعرف يعني ايه موتور امبيرمنت اللي هو موضوع الكورس بتاعنا، وتعرف ازاي تشوفه وازاي تعالجه، وتعرف ازاي البين ده بيأثر على الموتور سيستم. شوف احنا قلنا بين كام مره، فده فتح اوبشن الحالات تيجي لك من بعيد، بس ده طبعا مع حالات معينه مش مع كل الحالات. فنسال الله التسهيل ابو صلاح. بيقول لك البين ده مهم قد ايه. كان معاكم مصطفى عاطف في علاج طبيعي جامعة القاهرة، مستنيكم على جوه فيزيو. السلام عليكم. بتحب حد كان يا مكان. طب والله انترو حلو.